السؤال الثاني من أسئلة التناسب المتسلسل يقول السؤال: إذا كانت لدينا الأعداد من اليسار إلى اليمين 243 فاصل N فاصل M فاصل فاصل L فاصل 30، لدي خمس أعداد، العدد الأول 243، العدد الذي يليه N لا أعلمه، العدد الذي يليه M كذلك لا أعلمه، والعدد الذي يليه L لا أعلمه، ثم العدد الأخير هو 30. هذه الأعداد في تناسب متسلسل، أوجد N و M و L. إذن لدي الأعداد 243 و N و M و L و 30، هذه الأعداد في تناسب متسلسل أو تناسب هندسي، أوجد N و M و L. دائما حل تمارين التناسب المتسلسل تعتمد أو ترتبط ارتباطا وثيقا بالخاصة الثانية من خواص التناسب المتسلسل. أن المقادير 243 فاصل N فاصل M فاصل L فاصل 30 في تناسب متسلسل، عندئذ حسب تعريف التناسب الهندسي أو التناسب المتسلسل، الأول على الثاني يساوي الثاني على الثالث يساوي الثالث على الرابع يساوي الرابع على الخامس، والكل بيساوي مقدار ولنرمز له بالرمز كي، أي أن 243 على N يساوي N على M يساوي M على L يساوي L على 3 والتي تساوي الكي. هذا تعريف التناسب المتسلسل. وبالتالي حسب الخاصة الثاني ال L ماذا يساوي؟ ال L 3 كي، ال L هو 3 كي، M هو 3 كي مربع، البسط الذي يقع على اليسار، البسط الذي يقع على يساره N 3 كي مكعب، ال 243 3 كي أس 4. نعم، طبقت تعريف التناسب المتسلسل على المقادير الخمسة 243 وال N وال M وال L و3، 243 على N يساوي N على M يساوي M على L والتي تساوي L على 3 والذي يساوي الكي. البسط L الذي وقع في أقصى اليمين 3 كي، البسط M هو 3 كي مربع، البسط N 3 كي مكعب، ال 243 البسط هي 3 كي أس 4. طبعا أنا لازم أوجد ال N وال M وال L. المراد بهذا السؤال هو إيجاد N و M و L. في الواقع طلاب واضح أنه L انكتبت بدلالة الكي، والام كتبت بدلالة الكي، والان انكتبت بدلالة الكي، وال243 انكتبت بدلالة الكي. واضح أننا نصل إلى مرادنا، واضح أننا نصل إلى ما نريد إذا عرفنا قيمة الثابت كي، واضح أننا نصل إلى ما نريد إذا عرفنا قيمة العدد كي. لذلك المعادلة الأولى معادلة بمجهولين ما بستفيد منها شيء، المعادلة الثانية معادلة بمجهولين ما بستفيد منها شيء، المعادلة الثالثة معادلة بمجهولين ما بستفيد منها شيء، المعادلة الرابعة معادلة بمجهول واحد فقط ألا وهو الكي، وهذه المعادلة من الدرجة الرابعة. هذا الأمر جديد عليكم نوعا ما، ولكن هاي المعادلة صغيرة وما بتخوف. لاحظ 243 يساوي 3 كي أس 4. من الأربعة ننطلق، أستطيع حساب كي، بس أني قدرت أعرف كي وعوض قيمة كي في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة بكون حصلت على ال والام والام. من أربعة نجد لدي 243 يساوي 3 كي أس 4. الكي أس 4 ألا تساوي الحر على المقيد كما سنرى؟ إذا من أربعة نجد 243 تساوي 3 كي أس 4، ومنه كي أس 4 يساوي 243 على 3 الحر على المقيد. إذا قسمنا ال 243 على 3 أجد أن الكي أس 4 تساوي 81، الكي أس 4 تساوي 81. طيب مين العدد؟ إذا رفعته للقوة 4
بحصل على 81. في الواقع كي هو الجذر الرابع لل 81، يعني العدد كي هو العدد إذا ضربته بنفسه 4 مرات بحصل على عدد 81، ألا وهو مين العدد إذا ضربته بنفسه 4 مرات يكون الناتج 81؟ هو العدد 3، لأنه 3 ضرب 3 9، ضرب 3 27، ضرب 3 81. إذن كي هو العدد 3. الآن بعد الحصول على قيمة كي، أعوض كي في المعادلة الأولى والثانية والثالثة. انظروا جميعا، لدي L هو 3 كي، قيمة كي 3، بعوض كي 3، 3 ضرب 3 والتي تساوي 9، عرفت ال قيمتها 9. الام 3 كي مربع، يعني 3 ب 3 للتربيع، 3 ب 9 27. الان تساوي 3 كي مكعب، 3 ب 3 للتكعيب والتي تساوي 81. بهذا احصل على المقادير ال وان وام، او ان وام وال. نعم، اذا حصلت أنا هون على معادلة من الدرجة الرابعة، حصلت على معادلة من الدرجة الرابعة. نعم، كي أس 4 هو الحر على المقيد 243 على 3، كي أس 4 تساوي 81، ومنه كي هو الجذر الرابع لل 81 والذي يساوي 3. أنا عندما أقول طلاب الجذر الرابع لل 81 أقصد بذلك أنه العدد اللي بضربه بنفسه 4 مرات بيعطيني 1.8، ألا وهو العدد 3، ومنه كي تساوي 3. هل يوجد سؤال حول السؤال الثاني طلاب؟